أكبر عدد. اهلا بكم في حلقه جديده من وانسه مع نورهان. نتابع تقرير قصير عن ضيوفنا الاجلاء اللي انا تشرفت بيهم النهارده ونعود. خليكم معانا. هلال مريخ هو شعار اليوم من برنامج وانسه مع نورهان، تستضيف عبره اثنين من أبرز الأقلام الصحفية المنحازة للناديين الرياضيين الكبيرين اللذان يمثلان قمة كرة القدم السودانية. على الجانب الهلال الأزرق يجلس الصحفي المعروف الأستاذ محمد عبد الماجد صاحب العمود المقروء وإن طال السفر، وعلى الجانب المريخ الأحمر يجلس الصحفي المعروف الأستاذ هيثم كابو صاحب العمود المقروء ضد التيار. يجلسان اليوم على مقصورة البرنامج للكشف عن بعض تفاصيل الكتابة الرياضية ويسردان بعض تفاصيل المواقف الطريفة والعصيبة فيه. أما مقدمة البرنامج نورهان ترفض الإفصاح عن ميولها الرياضية وتصرخ مثل الفنان الكبير عبد الحليم حافظ وتقول أنا زمهلوية. اهلا وسهلا بكم استاذ محمد عبد الماجد. اهلا وسهلا بك استاذ هيثم كابو. مرحبتين مرحبتين منوره. في الاول كنت عايزه اخد فكره عن بدايات الصحافه الفنيه والرياضيه في السودان، كانت عامله ازاي؟ كانت محايده، معارضه، مؤيده، موجهه؟ شكلها كان ايه وابتدت امتى وازاي كده؟ يعني الصحافة الفنية في السودان قديمة، يعني هي قديمة بقدم الصحافة نفسها. تمام. يعني بقدم تاريخ الصحافة السودانية، بل بالعكس كمان هي كان عندها مساهمة في ضد المستعمر وفي التحريض وفي الحث على الفنية. أيوة على الغناء الوطني ما قبل حتى ما قبل الاستغلال، يعني احنا بنتكلم حتى ما قبل 56. بس كانت بتنتقد اعمال فنيه معينه مثلا، لكن كان الهم الاكبر الحث على انتاج اعمال وطنيه وقتها. باعتبار انه الشارع، الاحساس العام، الروح الدعوه للاستغلال، الدعوه للحريه، التغيد من التخلص من التخلص من الغيود. انت المحيط العام بيأثر عليك سلبا او ايجابا. تمام. يعني ده كان الجو العام، جو وطني. يعني معظم الأقلام الفنية القديمة بدأت من قبل الاستغلال. احنا بنتكلم عن الاستغلال السوداني، بنتكلم عن 1956. من قبل 56 نلقى انه حتى في اسماء كبيرة بدأت، الراحل مرغني البكري وغيره من الاسماء بدوا وشحزوا همم، ومن ثم تواصل المشوار. مرت بقى بمراحل طويلة، يعني وصولا للألفية الثالثة مرت بمراحل طويلة الصحافة الرياضية. بس هل في المرحلة الأخيرة كان في بعض الأقلام بتكتب نقد يعني درامي مثلا لاعمال درامية او نقد لاعمال فنية؟ في كثير لاعمال درامية ولاعمال موسيقية، نقد بناء طبعا، يعني بهدف كله موجود. آه. يعني انت ما بتقدر تتكلم عن مدينة فاضلة، يعني في النقد. وبعدين طبعا في حساسية دائما، المنتقد مهما كان بيرى انه والله يا اخي النقد الموجه له قد يكون فيه تكسير للمقاديف، فيه هدم للطاغات، فيه نسف لنجاحات، فيه كده. يعني ده احساس موجود، احساس في السودان وفي مصر وفي سوريا وفي في كل حتة. بتلقى نفس الشخص انت بتكتب عنه مقال ايجابي بيحتفي بالمقال، ونفس الشخص بيرجع في عمل تاني ممكن تنتقده، هو نفس الشخص ممكن يمتعد يعني من المقال وما يتقبل، لانه دي راجعه للتركيب السيكولوجيه والعصبيه للشخص ذاته، ومدى تقبله للنقد. والفنانين بوجه عام عندهم شيء من النرجسيه برضه، ده بيبقى مرتبط بالنزعه الفنيه للاسف، ونادرا ما الواحد بيعرف يتغلب عليها. يعني قله من الفنانين اللي بيقدروا
يتجاوزوها ويكسروها جواهم، وبيكون دايما في هاجس الاجنده انه والله يا اخي المساله دي ممكن تكون لي حساب فنان ثاني، لحساب لحساب عمل انا نظرت مره جديده، لحساب عمل منتج ثاني، درامي منتج غيره. التفكير ده موجود يعني التفكير ده بشكل عام، بشكل عام موجود. وكمان برضو عشان ما نظلم كل الفنانين، في صحفيين معينين بيبقى مشهود لهم بالنزاهه بالضبط كده ومعروفين بالضبط، وفي الحساب حد وفي برضو اللي بيتقبل النقد بصدر رحب، في اللي بيناقش، في اللي بيتصل، في اللي بيرد كويس، في اللي بيعلق برضو في السوشيال ميديا، لان فرص التعليق على العمل المكتوب في السوشيال ميديا موجوده. في اللي بيتفاعل مع الحاجه دي ايجابا وسلبا. ونحن قاعدين نقول في النهايه المقياس هو الغاري، الغاري برضو الحصيف بيقدر يبين الغث من السمين، ويبين حتى هو من خلال قرايته انه والله يا اخي لاي مدى انه الحاجه المكتوبه دي والله فيها صدقيه. ايوه يعني القارئ هو بيفلتر بالضبط كده يعني. هو في النهايه ما هو اللي بيحكم على العمل الفني، وهو اللي بيحكم على العمل الصحفي. صحيح يعني هو في النهايه وكلنا بنقدم مجهودنا للمتلقي يعني، والمتلقي بيبقى في النهايه متلقي واحد. صحيح يعني. والصحافه الرياضيه والله يا اخي الصحافه الرياضيه لا تبعد كثيرا عن الصحافه الفنيه، ويمكن قبال ما اخش للصحافه الرياضيه انا داير اقول انه الصحافه الفنيه غامض على ناس اصلا هن جزء من الفن يعني. تكلمنا عن محمد يوسف موسى، شاعر كبير جدا في السودان، كان اول من الناس الاول حرروا صفحات فنيه. تكلمنا عن النعمان حبيب الله، شاعر غنى لي ابراهيم عوض. لو تكلمنا عن كثيرين من الـ من الـ من الناس دخلوا الصحافه الفنيه من خلال هم شعراء او هم فنانين او هم جزء من العمليه الفنيه، زي صلاح جاهين وزي زي صلاح جاهين في مصر. ايوه مصطفى امين وعلي امين. ويمكن برضه من المسيرات الاضاءات الكبيره، وكان ذكرها هيثم كابو استاذنا اللي توفى قبل ايام قليله، مرغني البكري، يمكن هو حتى على المستوى العربي او المستوى العالمي يعني مسيره بتاع 70 عام في المجال الفني يعني، ظل يكتب ويساهم ويشارك في الاعمال، حتى في الغنائيه، في الاعمال الغنائيه شارك في مطلع بعض الاغاني، وكان جزء اصيل جدا من كثير من قصص الاغاني مع محمد اللمين، مع ابو عارك البخيت، مع خليل اسماعيل. الصحافه الرياضيه يمكن ارتباطها بالجماهير وبالمدرجات وبالشارع اكثر، عشان كده فعاليتها اكثر. الان يمكن الفواصل زي ما قال هيثم كابو مع مواقع التواصل ومع النت الظهر ومع النقد، اللي بقى اي زول متابع هو ناقد يعني، ممكن يكون عندك عمل درامي نازل بس مش اي حد مؤهل انه يكون ناقد، هو كل حد من حقه يقول بالتاكيد بس مش اي حد مؤهل. لكن الان تاثير الناس دي بقى كبير جدا يعني، ممكن يخلقوا انطباع عام عن هذه انها جيده او سيئه من خلال بيسموهم انفلونسر. ايوه هم غير مؤهلين انهم يبقوا انفلونسر. عشان كده لابد ان تكون وجود الناس الدارسين والناس اللي عندهم خبرات والناس اللي عندهم عين برضه فنيه وكده في الرياضه وفي الفن، حتى في السياسه لا تبعد عن ذلك. ما هو ده بيوصلني للسؤال اللي بعد كده اللي كنت عايز اسأله لحضراتكم برضو، انه اثر الصحافة الرياضية على المشهد الحالي. يعني شوفي يا نوريهانا، الصحافة الرياضية مؤثرة تأثير كبير جدا، يمكن حتى تتغول عليه صلاحيات المجالس الإدارة، تتغول حتى على صلاحيات الأجهزة الفنية، على مستوى اللعيبة. فده كله تأثير، يمكن يكون، ما أقدر أقول لك كل التأثير تأثير إيجابي بالتأكيد يعني، لأنها خلقت كثير من الضغوطات، خلقت كثير من أنواع التعصب، خلقت كثير من التفلتات اللي بنقول في السودان ما تجاوزت الحد يعني، رغم كل الانفتاح اللي حصل الآن، رغم كل أنه المشجع بقى جزء أصيل من الغرارات وفي المدرجات وبقى صوته عالي، لكن مع ذلك يعني محافظين يعني. هلال مريخ الآن الناس حايمين مع بعض، بيضحكوا مع بعض. هلال المريخ بتلقاهم في البيت السوداني طالعين من اسره واحده يعني، ممكن تلقى لاعب في الهلال ولاعب في المريخ اخوان، زي الاهلي والزمالك، زي الاهلي والزمالك وزي الترجي والافريقي مثلا في برشلونه والريال في اسبانيا. فدي كلها خلقت لنا يعني روح من التواصل، لانه لما تكون في لغه مرات لما انت في الشارع او في المواصلات او حتى في المناسبات العامه البكيات، بتكون انت محتاج للغه بينك وبين زول انت ما بتعرفه. الرياضه دي بتخلق لك لغه. أيوة شريك معك. الفن نفس الحكايه، من ثقافه مختلفه، من باك جراوند مختلفه، هتلاقي نفس الناس بيتكلموا، ناس يناقشوا اللعيبه حتى على المستوى العالمي يعني، الناس بتخرج من الحدود الضيقه يعني. الان مثلا الرياضه هي لغه عالميه. صحيح. انت بتتكلم عن في ناس متعصبين جدا لبرشلونه وريال، لا يقل تعصبهم من الهلال والمريخ، رغم البعد ورغم انه
الثقافات مختلفة ورغم اللغات وكلها آه. لكن دي كمان لانه الفن لغة عالمية والفن برضه لغة عالمية الان تأثير يفهمها تأثير الفن المصري مثلا على المستوى العربي كله طبعا تأثير كبير هنا من قبل يعني كنت داير اتكلم عن انه السودانيين بيحبوا بعض الممثلين المصريين يعني آه. من زمان عفاف شعيب ويحيى الفخراني ونورهاني انت الناس تابعوك شديد يعني من سوق العصر ومن المصراوية وكده فيمكن احنا كمان في مصر بنحب جدا فنانين السودانيين زي الاستاذ ابراهيم خان وغيرهم كتير من الناس سيد حامد وطبعا طبعا آه. طبعا على فكرة بالمناسبة هو صديق يعني وحد محترم جدا وسط الفني كله بيجله ويحترمه يعني شخص والله اللغة متواعدة حتى في محمد منير غنى كثير لأغنيات للفنان محمد أكيد. وردي آه الآن آه في بعض الأغاني المصرية برضو بيتغنوها في الأفراح أيوة الـ أيوة. الـ الموسيقى بتاعت دخلة العروسة بتلقى أيوة. موسيقى مصرية أيوة. يمكن برضو النوبة بين السودان ومصر أكيد تأثيرها تأثيرها كبير جدا أنا رحت النوبة كتير جدا في جنوب أسوان واستمتعت جدا تلقى أغاني سودانية كثيرة جميلة كلها جميلة جدا وعرفت حاجات كتير عن الحضارة النوبية والسلم الموسيقي الخماسي والآلات المستخدمة والقصائد والأشعار اللي بتغنى هناك يعني مسألة فعلا تتخطى حاجز اللغة والله طبعا واهتمام السودانيين برضو حتى بالمجلات صباح الخير وحوا وكل روزر يوسف وصحفنا المصرية أخبار اليوم والأهرام وكده ويمكن الانفتاح برضو كثيرين من السودانيين خاصة نحن تكلمنا عن الفن تلقى ناس عبد المنعم عبد الحي بتلقى ناس تلقى ناس كثيرين من الشعراء السرقدور وكده عاشوا فترة كبيرة جدا في مصر لذلك بتلقى تأثير الثقافة المصرية أو المفردة المصرية حتى بتلقى داخلة على الأغنية السودانية والعكس برضو ممكن تجي تلقي انه كثيرين من السودانيين المصريين عاشوا فترات كبيره في الري السوداني هنا في الانفتاح بين مصر والسودان العلاقات يعني العلاقه جيده وظهرت انعكست عليه عندنا لعيبه برضو لعبوا في الزمالك رشيد المهديه مثلا صبحي لعب في المغاولين عمر النور عمر النور لعب في الزمالك فدي كل الاسماء عظيم دي عظيم والله عظيم خلت العلاقه واحده بين مصر والسودان السودان ومصر كلام جميل انا استفدت بيه وحبيته جدا وحابه اسال كمان حضراتكم عن حاجه انا بحس يعني بلاحظ انها موجوده في كل العالم خاصه بالصحافه الرياضيه بس هستاذنكم بعد الفاصل ده علشان اسمعكم باستفاضه واستفيد من كلامكم الجميل فاصل ونعود اهلا وسهلا بكم رجعنا تاني ومعايا ضيوفي الاجلاء الكرام كنت عايزه اسالكم عن حاجه انا لاحظت انها موجوده في الصحافه على مستوى العالم مش بس في السودان ولا في مصر ولا في الدول العربيه بحس انه الصحافه الرياضيه واحيانا الفنيه بتتسم يعني شويه بشيء من العنف اللفظي يعني او انها بتكون متجاوزه شويه وبحس انه التعصب بيكون شويه في المجالات دي تحديدا في الرياضه واحيانا في الفن بيكون التعصب مقبول ومباح الى حد ما فايه راي حضرتك هل ده حقيقي شوف هي المساله مرتبطه بالجماهيريه يعني انت لما بتتكلم دايما لما خلينا نتكلم لو نتكلم عن الصحافه الرياضيه بشكل عام بتلقي الاتزان والوغار سمه اساسيه لما تكون صحافه رياضيه بشكل عام صحافه رياضيه انت بتتكلم عن العاب القوى بتتكلم عن كره طايره بتتكلم عن مناشط ما عدا كره القدم لما تدخل في كره القدم تحديدا حاجه ثانيه الدنيا هتتغير مجرد ما انت جيت في كره القدم ومجرد ما جيت في كره القدم يعني انت الان لما تتكلم حتى عن انديه من غير انديه القمه في كل بلد بيبقى في مرونة في مرونة لتقبل النقد اصلا وبيكون في حدود فاصله وبيكون في روح التقبل والصدر الرحب وكده كل ما ارتفعت جماهيريه الانديه كل ما زادت التعصب وزاد العنف اللفظي في عدم قبول ده بيظهر من شنو بيظهر حتى في المجموعات اللي بتشجع في الاستادات في الاول تراس في غيره في كده بيظهر في بس هو الجمهور معاه عذره ان هو يبقى مندفع ومنحاز هو برضه انما الصحفيين المفروض لما يحصل برضه يا نورهان لما يحصل التلوين انه مثلا يكون هيثم
معروف للناس انه والله هو كاتب مريخي ومحمد كاتب هلالي مثلا ويعني بينتمي لنادي بيبقى قبول اي نقد منك للهلال وانت كاتب مريخي شويه بيبقى صعب، والعكس كمان بالنسبه لمحمد من جمهور المريخ. ده سبب ادعى ده بيخلي شنو ده هو بيكون جزء من حلاوه اللعبه. ما هي جزء من حلاوه اللعبه؟ اللعبه دي ما هي عباره عن جلد قطعه بتاع الجلد منفوخه بهواء. صحيح. التعلق ده والانتماء والروح والتعصب وحاله الغليان. صحيح. وانت بتلقي انه يعني ممكن شخص يكون محدود الدخل يعني ورغيغ الحال يقتطع من قوت ابنائه. صح. عشان يمشي الاستاد ويهتف وساعتين وثلاثه من زمنه ويجي بعد كده في مع اصحابه في المغاهي وفي غيره ويناقش وتكون كل تركيزه منصب مع الماتش من بدايته من قبل يوم من بعد يوم. الحاله دي حاله الانتماء، دي حاله الروح، دي حاله جميله انه انت لما يكون في عشق. ليه؟ ماشي، بس انا بتكلم عن الصحفيين. طيب يعني بس الكلام ان انت حتى لو تم تصنيفك ان انت محسوب على طرف. الصحفيين نفسهم ما بيعزل عن التاثير ما قبل الالتحاق بالاعلام. ما هو عاش طفوله وعنده حب لنادي وهو نفسه مر بمراحل التكوين المشجع، يعني هو في الاساس كان مشجع في مرحله ما، نضج، درس الاعلام، درس تخصص. طيب تخصص درس بقى المفروض خلاص المهنيه تحتم عليه ان هو يكون لا يحسب على طرف في مقابل الاخر. يعني بعد شويه بيحصل شنو؟ بتحصل الصحافه لما تكون صحافه نادي، لما تكون صحافه نادي بيبقى الدفاع عن النادي ده دفاع عن فكره ودفاع عن معتقد ودفاع عن كيان ودفاع عن وطن. لما يجي بقى قارئ بقى من النادي المنافس ويقرا مقال مثلا صعب استيعابه بالنسبه له. ده انت ده سبب ادعى ان انت ما يبقاش فيه الالفاظ حتى المنتقاه ما يبقاش فيها حده. يعني ده سبب ادعى ان احنا نحاول نبقى محايدين. خلينا نتفق ونختلف، نتفق على انه في تعصب حتى نخليه تعصب حميد ونختلف في انه والله يا اخي يعني التعدي اللفظي ولا الخروج عن الخطوط الحمراء ده مرفوض. أي مرفوض طبعا. حتى للمشجع فما بالك للصحفي. يعني حتى ده للمشجع مرفوض. لكن حاله العكننه وحاله الهيجان وجعل جزوه الحماس بين الفريقين مرغوبه. يعني لما محمد يكتب مقال والمقال يكون فيه تضخيم لناديه وممكن في اطار تضخيمه لناديه قد يغزي من النادي المنافس وهيثم حيعمل نفس القصه دي في اطار العكننه مقبوله كويس. لكن لما تتجاوز طبعا يعني طبعا هيسمكاو بيعمل كده. يعني انا بشوف انه العكس هو اللي مطلوب. يعني متهيألي يا استاذ شوف نحن كورتنا متهيألي الواحد المفروض يتحرى بقى الحياديه اكثر. نحن معاك في النقطه مع الانتماء. لكن اقول لك حاجه، في ظل الانفتاح الان مثلا الناس بيتابعوا الدوري الانجليزي وبيتابعوا الدوري الاسباني وبتصوير جميل وملاعب ممتازه وتحليل وينقلوا لك كواليس المباراه قبال ساعتين وثلاث. في ظل هذا الضخ الاعلامي الجميل والكوره الجميله ميسي ورونالدو والدوري الايطالي والانجليزي و دورياتنا العربيه او دورينا السوداني لو ما بقى في تشويق وفي اثاره في الصحف خاصه حس الاجيال الجديده اللي عمرهم 18 و17 سنه ارتباطهم ببرشلونه وبالريال وبيوفنتوس اكبر والارسنال في الدوري الانجليزي اكثر. صحيح. وغير كده انتباههم لناس ما لهمش. انا داير اقول لك حاجه انا وهريان برضه مهم جدا، ما تركيبتنا مثلا احنا كسودانيين مثلا عندنا انفعال عند يعني تركيبتنا ما بتنفصل باي حال من الاحوال من صحافتنا. والا انا الصحافه دي ما مرآه ليك الغاري اذا كان حاسه انك انت بتقدم لي صوره يا اخي مدينه فاضله ما فيها اي خلل ما فيها اي انفعالات ما فيها اي نرفزه ما فيها ما فيها ما فيها بينفصل عنك خاصه شنو في مواقع تواصل بقت يعني تستعمل لغات اذا ما كان في لغه وسيطه تنقل الناس لحته معتدله. المواقع والانفتاح والزول اللي بيكون عمره 16 سنه والزول الصغير والزول الما فاهم والزول الفاهم والزول الكبير والزول المتعصب والزول الممكن يكون بيستعمل حاجات دي بتغود ناس لحتات خطيره جدا. الصحافه مع اثارتها دي ومع تعصبها انا افتكر لكن بتحفظ لنا يعني قدر من التوازن.
انا كنت متعصب انه الحده اللفظيه دي بتساهم في لا مش حده هي ما حده لفظيه بس ما تكون بارده يعني ما تكون جافه يعني ما تكون ولا فقدت الرياضه هي هي يعني مثلا انت في النهايه انت بتتكلم عن كره غدم بتتكلم عن لعبه في الاساس يعني الاساس لعبه يعني هي مساحه ترفيه وإثارة وتشويق يعني ده الأساس بتاع الفكرة الأساس الفكرة اللي أنت اللي بتتكلم عنها دي هي بتتكلم عن لعبة بيبقى يعني تنافخ ضخ الدم كده في الأوردة ونفخ الروح في الأجساد وخلق حالة من الترقب والتشويق التشويق المقبول يعني ما يصل مثلا ما نحن ما نصل المرحلة لأنه والله الناس يشحنوا الناس بحيث انه الناس حصلت تفلتات مثلا انت حتستلست او تضليل او خداع زي بورسعيد مثلا ولا بكده يعني ما مقبول كده المقبول لكن شنو احنا ما دايرين كمان الناس بتمشي يعني ما تمشي المباراه وتمشي المباراه واحد ما دايرين الناس ما تشوف الماتش في التلفزيون او تشوفه واحد لازم يكون في احساس لازم يكون في روح لازم يكون في تحديات لازم يكون في متابعه لازم يكون الناس الروح الماتش تكون موجوده من قبل يوم ويومين واثار الماتش تكون موجودة بعد يوم ويومين ويعني وتكون معك في حلك وترحالك وفي حركتك وفي سكونك مهم يعني انت عشان انت ايش بعدين يا كابو في حاجة مهمة جدا والناس بدعين للجانب دائما النصف الفارغ لكن يعني كتابات استزازات إعلام الهلال للمريخ مرات بتكون بتدي عامل إيجابي اليوم يعني بتشجعون وبتخطون في تحدي والعكس برضو صحيح للاعبين نفسهم للاعبين وللجماهير وللمجلس الإدارة إحنا لنا لازم ننتصر ولازم نجيب بطولة زمالك ولا أهلي أنا زي عبد الحليم بالضبط زمالك طبعا الفنانين الفنانين دائما بيكونوا في منطقة بالعكس الفنانين يعني معظم الفنانين المعروفين ما خلاص يعني مثلا منير وعمرو دياب هناك في الزمالك كده بتاع الفنان يعني في ناس ما بيشجعوا الزمالك في فنانين معروفين بيشجعوا الاهلي لكن انت شكلك اهلاويه بس ما اظن لا انا والله انا بشوف المباراه نعتبرك الهلاليه في السودان انا والله انا بشوف المباريات يعني بتشبه العمل الفني صح يعني لو ما كانش في توافق وتناغم ما بين كل افراد الفريق طبعا مش هيطلع العمل الفني في النهايه يعني مثلا لما بنيجي نعمل عمل درامي لما يبقى في مشهد فيه اربع او خمس ممثلين او اكتر عدد من كده لازم يبقى فيه اي كونتاكت لازم يبصوا لبعض لازم يكونوا بيفهموا بعض لازم يبقى في تواصل حتى لو ما فيش سكريبت متفق عليه لو انا قلت جمله معروف انه الثاني لازم يرد عليها الكيمياء عاليه بالظبط لازم يبقى في تناغم فانا بشوف انه كمان المباراه في ظل الفريق الواحد لازم يبقى فيه التناغم ده هو في ظل الاستثمار الخشب بعد الناس ما بتنظر للفن فن مثلا زمان رسالي بس الان عامل الاقتصاد والاستثمار بقى مؤثر جدا في الرياضه الان يمكن اكثر دخل واكثر مال متحرك هو استثمار الرياضه وبنسمع عن ارقام يعني ممكن يقول لك اللاعب ده ب 80 مليون دولار انت لو سمحتها في اي حته ثانيه ما بتقبلها لكن في اي لاعب انتقاله من الدوري كده يتسجل في برشلونه سجل في الريال انتقل للدوري الانجليزي حتى في الدوريات العربيه في مصر ارقام كبيره نحن بنسمع بقينا عن 20 مليون و40 مليون مثلا صفقه وصلت في السودان هنا وصلت مليارات نفس الحكايه عن اللعيبه في الهلال والمريخ انتقال خاصه وانتقال من العكس من الهلال للمريخ او من المريخ للهلال بتصل لارقام فلكيه كبيره جدا دي كلها بتخلي انه لا بد من تكون هناك متفق معاك انه تكون في دراسه في ناس مختصين في يكون في تخطيط لانه الاموال اللي بتتكبى دي كلها لو بقى بتتكبى في حاجه فيها فارقه من الهوايه للصناعه عنده متطلباته طبعا هي الصناعه طبعا لانه كمان بقى مرتبط بيها حاجات تجاريه كتير زي حتى براندز اللبس حتى تاثير السياسه ذاتها بقت اتغولت حتى عليه بقت عندها في لا السياسه يمكن بيستخدموها بقى ككفرج علشان توجيه وتشتيت الناس الجمهور والمشاهده نفسها التلفزه نفسها عايد التلفزه الان عاد يعني عايد التلفزه اصبح الرعايات الاسبونسر كبير غير الضرائب اللي بتعود للدول حسي كثير من دخل المباريات في التذاكر اصبحت سياحه ولغه مشتركه الان كثيرين يعني متابعين الدوريات العربيه حتى على الدوري السعودي الدوري المصري الدوري الناس حسي انا متاكد انه يجي سوداني لو قعدت معه عنده علاقه بالهلال والمريخ وبالكره السودانيه ممكن يناقشك في الدوري المصري بتفاصيل تحت بتفاصيل المغاولين العرب وطلائع الجيش ودوري يناقشك في الدوري السعودي هو باللعبه يعني هو اصلا بيحب اللعبه فبيكون عارف الدوري السعودي تفاصيله بيكون عارف الدوري المصري بيكون عارف الدوري التونسي بيكون عارف الدوري المغربي لانه حب اللعبه بالاضافه لانه كمان معرفته للدوريات الاوروبيه والسوداني برضه يا كابو يعني السوداني
يعني الذاكرة بتاعته بيشيل يعني الجيجا بتاعته كبيرة جدا يعني بتلقي 10 جيجا أيوة يعني بتلقي السوداني بالذات يعني ممكن يناقش أنا متأكد ممكن يناقش تيرا أيوة في الدوري يعني حسسوا إن عارفين الإعلام المصري ناس شوبير وناس متحد شلبي وبيحضروا برامج ونفس الحكاية الدوري السعودي شو الرياضي متابع وكده يمكن دي من 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 تركيبة المصريين برضو بيحبوا الحكاية دي لكن السودانيين انفتاحهم على على الحكاية أكبر يعني بشكل أكبر والله يعني فعلا كلام حضراتكم أقنعني صراحة يعني إن شاء الله كويس عندي بقى سؤال يعني مهم جدا وأتمنى أنه أن أنا أخذ عليه إجابة ترضيني بس بعد الفصل أهلا وسهلا بكم تاني وحلقة ساخنة جدا مع الأستاذ محمد عبد الماجد والأستاذ هيثم كابو منورني عندي سؤال لحضرتك أستاذ محمد لاحظته من الحاجات البسيطة اللي لحقت أقراها من إبداعاتك حسيت إنه حضرتك بتميل للكتابة الساخرة دونا عن باقي القوالب الصحفية في الكتابة وحسيت إنه الأسلوب ده بالنسبة لك يعني محبب أكتر ويمكن أنت حاسس إنه الجمهور بيتقبله منك أكتر فتقول لي هل فعلا ده مفضل عندك ولو ده حقيقي إيه السر ليه؟ والله طبعا يا نوريهان انت الكتابه دي ما بتجي تقول انا والله اقدر اكتب كتابه ساخره وانا اقدر اكتب كتابه ساخره ولو اقدر اكتب كتابه جاده او كتابه مثلا اكاديميه يعني بتلقى نفسك فيها يعني غصبا عنك حضرتك في الحياه شخص ساخر بطبعا لا ما ساخر في الحياه فعلا يعني مثلا لو قاعدين انت واصدقائك مش بتقعد تتريق وتهزر على الناس وكده لا جدا يعني بيحصل في الكتابه او في العمود يعني يكاد يعني بس هي الكتابه الساخره يعني حاجه جميله على فكره مش وحشه يعني انا بالتأكيد بشوف ناس كتير زي بلال فضل وعمر طاهر وناس كتير بيتعاملوا مع تصريحات لبعض السياسيين بنفس الطريقه حتى الان حتى على مستوى الفضائيات الان البرامج الساخرة بقت تأثيرها كبير حتى الثورات اللي حصلت في منطقة الربيع العربي كان للسخرية حيز كبير جدا يمكن الثورة الفرنسية وكده السخرية أنا أفتكر إنها بتصل أسرع وعلاج يعني أنت ممكن تقول للزول أعور في عينه ويقبلها منك بسخرية بسخرية صحيح بطريقة تلفلفة كده لكن لما تجي بطورة حتى الطبيب لما تمشي له أنت مثلا بتشكي من حاجه لو عندك مرض او كده لو قالوا لك طوالي كده ممكن يتضعف لك وتتهجم ويصيبك رعب منه تتوهم ايوه تتوهم لكن لما تلقى ضاحك ويقولوا لك بشكل نكته او كده او كده انت بتطلع حتى لو كان مرض كبير لا قدر الله انت بتطلع من عنده برضه منشرح السودانيين افتكر انه يعني حضرتك تقصد الاسلوب الساخر بيخفف من واقع الكلام ويخلي الاخر يتقبله اكتر يتقبل خاصه انه في واقعنا يا نوريهان كثير من الحاجات الدائره تعديل يعني يعني انا محتاجه تعديل ونحن بنتخاطب مع مثلا في الكتابه الفنيه مع مبدعين انت بتستحي انك توجه لهم مثلا كلمه نقد او جارح لازم تجي باللفه بغاد يعني ما ممكن انت مثلا تكتب كلمه يا حضرتك شايف انه الكتابه الساخره دي نوع من التادب مع الاخر نوع من التادب ويقبلني الاخر انه خاص انه برضو حاجه من البناء نحن في السودان قبائل مختلفه يعني ثقافات مختلفه الشرق بيختلف عن الغرب الغرب بيختلف من الوسط الوسط بيختلف من الجنوب اذا انت ما كنت ملم بالحاجات دي كلها بتخاطبهم ممكن تقول لك كلمه هنا مثلا في الوسط عندها معنى ثاني في الغرب مثلا يكون عندها كلمة معنى سيء يعني سقف السخرية بالنسبة لحضرتك فين يعني ممكن تسخر من مين ومين ما ينفعش تسخر منه خالص والله ما في سخر يعني ممكن تسخر من فريقك اللي انت بتدعمه ممكن تسخر من جمهور الفريق الاخر ممكن تسخر من احب الناس اللي ونفتكر دي فائدة الكتابة الساخر ما يكون عندك تميز انه ده معاي وده ضدي او ده انا بحبه تسخر من الجميع اسخر من الجميع وقد تسخر من نفسك ذاته يعني ايوه الواحد فعلا احيانا في مصر برضو بنعمل كده ان الواحد علشان في المسرح يقدر في مسرحيات انه يسخر او يتريق على حد يتريق على نفسه ويقبل يتريق على نفسه الاول حاسس كثير من النكات اللي طلعت في القبائل بتلقى مثلا نكات الرباطات بيحكوها رباطات نكات الجعاليين لو حكاها زول ثاني يرفضوها لكن يا جماعه انا منكم ذات مثلا انا زول من الغرب بحكي لكم بلغتكم وبلهجتكم وغد اسخر منكم نفس الحكايه غد اسخر من الزول في الشمال اصغر في اكون منهم ومن وسطهم عشان الحكايه تتقبل لكن ما الحكايه تكون
استهداف معين. دي طبعا بتخرج من السياق. لو انا كنت بس انا اسخر من حد معين بس حد معين او السخريه اللي بتكون مثلا في تحفل في عليك او في شكل دي مرفوضه طبعا. لكن في مصر بيقولوا تحفل عليه. ايوه. لا ما ينفعش. فدي احنا بنحاول نسخر من المضمون من المنتوج. يعني طالع من هيثم، طالع من نوريان، طالع من علي. حضرتك مش هتمشي النهارده غير لما تسخر من البرنامج ومني ومن الديكور ومن المخرج. مش هسيبك غير ما تتريق علينا كلنا. والله انا سعيد انه يعني انت قدرت الحوار زي ما قلت لك. اشكرك بنفسي قدراتك في التمثيل وامكانياتك على الشاشه. اتفاجأت بها انك ملمه وانت يعني ممكن تحاوري ناس ما عندي عنهم خلفيه كبيره، لكن مع ذلك انت لا انا بنيت خلفيه طبعا قبل ما اقابل حضراتكم. والفضل الفريق الاعداد العظيم الممتاز اللي معايا وللناس اللي معايا. والله واضح من خلال حوارك، واضح من خلال اشكرك. اشكرك جدا. وما في طريقه اسهل منك. لا افكر في حاجه لغايه ما نخلص. استاذ هيثم، حضرتك مقالاتك يمكن في الفن في الانتقادات الفنية بتكون زي ما بيقولوا كده لا تخشى في الحق لو ما تلائم، يعني يعني اللي ما يعجبكش تقول ما يعجبكش. والله شوف انا بفتكر انه انا مؤمن بانه الجرح بيطهر الكي والسيف عرق وفاح دم والسيف بيسقل الكير والخبز بنضج الوهج. يعني انا مؤمن بانه الله انه الله في بعض يعني انت في ما تنفع المناطق الرمادية، يعني يا ابيض يا اسود. صحيح. وبفتكر انه في مسائل ما ينفع معها الالتفاف حولها. المواجهه والمباشره. صحيح. المباشره فيها مهمه، يعني افضل وبتكون علاج ناجع. وشخصيه الكاتب طبعا كل كاتب عنده شخصيته طبعاً. لكن انا بفتكر انه لو انت بنيت من الاول شخصيتك مثلا على انه انت بتوجه نقد مباشر جريء، في البدايه التقبل بيكون صعب. بعد فتره الناس بتتقبلوا من الكاتب لانه ده بيكون الكاركتر بتاعه. بيكون عارف انت عارف بيكون عارف انه والله لو طلع في برنامج تلفزيوني سالوه عن موضوع هيقول كلام بشكل مباشر. لو كتب في مقال هيقول كلام وانه الفنان الفلاني لو كويس هقول عنه كويس ولو وحش هقول عنه وحش كده، وانه المعمل ده ضعيف وانه المزاله دي كذا ومقصود منه واحد واثنين وثلاثه. بس حضرتك مش بتشوف انه الفن تحديدا يعني الفن والجمال بيكون فيهم فكره النسبيه مطروحه اكتر من فكره الصح المطلق والغلط المطلق؟ يعني ممكن في الفن مثلا غنوه او قصيده او مسلسل انا اشوفه حلو حضرتك تشوفه وحش ويبقى احنا الاثنين صح. طيب شوف احنا لو اتكلمنا عن النسبيه موجوده دي نثبتها، لكن كمان ما احنا عندنا مقاييس وفي ترمومتر انت بتركز عليه وفي حد ادنى وحد اعلى. طبعا يعني لما انت لما تيجي تقول لي والله يا اخي الاعمال مثلا الدراميه المصريه في العشر سنوات الاخيره، انا بيكون القياس على شنو؟ بيكون على القياس على العشر سنوات اللي قبلها. لما اجي اقيم عشرة يعني العشريه مثلا بتاعت انتاج اعمال دراميه مثلا مصريه، انا اخذت شنو مقياس؟ ما ممكن اوكي اقول والله الاعمال شكلها جميل، لكن هنا لما انت تلقى انه والله المساله دي المسلسلات مثلا بتعاني من التطويل والمط الغير مبرر والاحداث البطيئه ممكن تكون في 15 حلقه يتم مطها ل 30 حلقه. والمساله بتاعت الاشراط التلفزيونات اللي بقى مرتبط بانه البث يكون طيله شهر رمضان وتفصيل حتى السيناريوهات ورسمها على شخص واحد وغولبتها بحيث انها هي فقدت مدعتها ونهايه المباريات الدراميه. كل الكلام اللي حضرتك بتقوله والله انا فاهمه، يعني انه بنتبع معايير معينه اللي كلنا درسناها وتربينا عليها وعارفين ان هي دي الصح، بس المعايير دي بتصطدم بقى بارض الواقع ان الجمهور ممكن يبقى حابب صح. انه الحاجه اللي تتعمل في 15 حلقه تتعمل في 30 علشان ما يفوتهوش حاجه لما تفوتوا حلقه في يوم ولا كمان ولا انت ما في النهايه انت بس هي اذواق في الاخر. أيوة الفن شيء نسبي. أيوة وانت ذاتك كصحفي المطلوب منك انت ما تقول ما يطلبوا الناس. طب في ايه من القضايا الفنيه حضرتك تعاملت معاها بشكل انت شايف انك عبرت عن شخصيتك وعن رايك والناس حسوه في شيء من الحده؟ كتير
زي ايه كده؟ يعني انا بفتكر انه يعني ما انت في نهايه وصلنا في كتير وصلنا محاكم يعني انا يعني المزاله يعني بتلقي ان انت وقفت في محاكم صحافه ومطبوعات اللي هي محاكم متخصصه في لجنه شكاوى في مجلس القومي للصحافه والمطبوعات في غيره، يعني انت تصل لمرحله انه انت بدي تكتب نقد ممكن ما يتقبله فنان او ما يتقبله اعلامي او غيره ويتوجه للمحكمه وتمشي ومحكمه موضوع. بس انا شايفه انه مدام مش بتنتقد شخصه، انت بتنتقد الاداء الفني، فالحكايه لا تتطلب انها تصل لمحاكم. برضو انت ما محتاج انك يعني هو الفنان ذاته الادمغه وتصف فيها الفهم صب، ما انت في النهايه انت ممكن تستوعب المزاله دي، تستوعب انه والله يا اخي مش بتنتقد شخصي، انت بتنتقد الفن، والفن شيء نسبي. أيوة انت تحبه وما تحبوش غيرك يحبه. الفن برضو ما مجتمع، يعني المجتمع ده بتتباين فيه برضو الذهنيات والعقول بتختلف، يعني انت بتلقى اللي بيستوعب وبتلقى انه الاستيعاب ضعيف وبتلقى انه السقف بتاعه عالي وبتلقى ذهنيته مفتوحه وبتلقى صدره رحب وبتلقى اللي بيستفيد وفي شخص. بعدين مش كده، الان نظريات النقد الحديث يعني تطورت لانه الان بقى في نقد قاتل. النقد القاتل هو التغييب الشخص، يعني لما انا اجي عرض مسرحي احضر عرض مسرحي بدعوه من نورهان واشوف مثلا 8 ممثلين تمام. اجي اكتب عن 3 وتتجاهل أقول التغمص بتاعهم كان عالي، الاداء الكذا، الشخوص الغير، وعملوا تتجاهل وثلاثة انتقدهم، في 2 ما كتبت عنهم. النقد القاتل للاثنين اللي انت ما استحضرتهم حتى، هم ما كانوا في ذهنك لحظه الكتابه، صح. ما تركوا فيك اثر، صحيح. لا سلبي ولا ايجابي. ده الان يعرف في نظريات الاعلام الحديث بالنقد القاتل اللي هو النقد التغييب. فانا بفتكر حتى الشخص اللي انت انك همشته تماما لدرجه انه ما استحضرته، انني لا اشعر بك يا سيدي. يعني دي أسوأ أنواع النقد يعني على الإطلاق، صحيح. يعني اللي هو إنه شخصي أنت تدخل منطقة وما تشعر به، ما تشعر به وجوده. فالمفروض إنه حتى اللي تنتقده بطريقة سلبية يكون سعيد إنه هو موجود، إنه هو he was noticed يعني. بالضبط، وهو مؤثر، هو مؤثر على تفكيرك، صحيح. مؤثر، هو معلم يعني في حتى لو أنت اختلفت معه في طريقة الأداء، لو اختلفت معه في الأود. فيدرك إنه لو حسن من أدائه هيبقى ملاحظ بشكل أفضل ويبقى تأثيره. ما راي قاطع، وراي محمد ما راي قاطع، أيوة. وراي مهام ما قاطع، وراي الصواب يحتمل الخطأ، وراي غير الخطأ يحتمل الصواب. بس مدى انت يعني صح. بس شو احنا حساسيتنا عالية من صحيح صحيح. شكرك جدا على الإجابة الجميلة دي، إجابة جميلة وأنا استفدت منها شخصيا جدا. هكمل بسؤال برضو ساخن جدا بعد هذا الفاصل، خليكم معنا. اهلا وسهلا بكم، عدنا الى حلقه ساخنه جدا من ونسة مع نورهان. معي قطبي الصحافه الممثلين لقطبي الكره في السودان. بيقال انه الاستاذ محمد عبد المجيد بيكتب في السياسه عندما ينهزم الهلال من المريخ، ويقال ان الاستاذ هيثم بيكتب في نقد الحكام عندما ينهزم المريخ من الهلال. أنا لو بكتب في السياسة عندما ينهزم الهلال من المريخ معناتها ما حكتب في السياسة نهائي، لأنه الحكاية طولت شديدة يعني. بالعكس الفترة الأخيرة بقى أكتب في السياسة كثير، دي دلالة عليه أنه الهلال بيتهزم كثير. الهلال المسيطر يعني الآن هو في البطولة الإفريقية، 3 سنوات الأخيرة هو بطل الممتاز كده يعني. لكن أنا أفتكر أنه السياسة والرياضة ما بتبتعد عن بعض يعني. وفعلا مرات انه لما مثلا الهلال يتهزم انت بيكون محتاج لمخرج يعني. ليه؟ مش ليك انت، للغاري الهلالي اللي بتكتب صحيح. له يعني انت بتكون مراعي شعوره، صحيح. مراعي انفعالاته، بيكون غضبان مثلا من اللعيبه، من الجهاز الفني، من المجلس، بيكون غضبان من الاعلام ذاته، من التخفيف عن ايوه عن فانت بتحاول يعني تجيب طرف ثالث يكون شريك بيناتكم او تعمل له نوع من الديستراكشن. أيوة يعني أيوة. او انه يخرج برا خاصه شنو يعني نورهان خالص برا يعني سياق لما تحصل هزيمه انت ككاتب وهو كمتلقي غاري انفعالاتكم قد ما تقودكم للطريقه الصحيحه، فانت بتوجهها صح. ايوه انا بحاول والله انا احترم ده جدا وبعتبره نوع من الذكاء العظيم وانه بنتجنب بيك رغم انه ما بيحصل كثير يعني. لا الحمد لله دي مجامله منها، هو ده تخفيف للصدمات ده تخفيف. بس بحس يعني حسيت انه ده فيه الكثير من نكران الذات وتجنب انه المشاكل تتصاعد اكتر.
وبحس حسيت انه يعني ما عادة في حالة كلام بتاع مواسيكي ده ادينا احنا زينا بتواسي فيك في حالة والله كويس يعني مش عارف ان انت في حالة بتاعت مواسيكي دي لا مواسيكي انه ريهان كويس انت في حالة الغضب وفي حالة الانفعال حتى في حياتك الثانية ولا لا عطفت عليك ولا انت عارف مش عارف انت جاي انك انت ما جاي انك مش عارف انت ما نفس الحكاية لا انا مش قدكم يا جماعة انت يا هيثم تعبوا ما تقولنيش كلام ما قلتوش يعني بتواسي فيك انا بشوف انا شلت اهم انت بتشوف لك شماعه ثانيه غير انا بمشي السياسه انت بتشوف لك شماعه في الحكام ولي بقى ولماذا تنتقد الحكام عندما ينازل شوف هو ما هو شوف اقول لك حاجه احنا اصل لعنه الحكام دي مطارد الناس في كل مجال وفي صحيح. كل وسط وفي كل واقع وفي كل في الرياضه وفي غير الرياضه لكن على كل حال احنا لو انتقدنا الحكام كثير بحمد الله التناسب ما طرد يعني ما لما المريخ يتغلب احنا بننتقد الحكام حتى بننتقد الحكام والمريخ غالب والاصل في الاشياء عندنا في السودان انه المريخ هو منتصر ده الاصل الاستثناء هو هزيمه المريخ وعندنا الاصل في الاشياء انه جور الحكام وظلمهم الاستثناء العدلي للاسف الشديد وعشان كده دائما في تركيز على مزاله الحكام عشان الارتقاء باللعبه عشان المجهود ما يضيع يعني انت ما تشعر بانه اللعبه بتحتمل الاخطاء هي ملعبة في النهاية الحكم نفسه بشر وممكن تقديراته تختلف وتحتمل لكن لما التقديرات السالبة دي تزيد بتلغي بظلالة على روح المنافسة وبتلغي بظلالة على إحساس الناس باللعبة عموما إذا كان إعلام وأخطاب وجمهور وكلهم حتى لاعبين نفسهم إحساسهم باللعبة بيكون أقل فأنا بفتكر إنه زي ما بيكون في صرف على اللاعبين وفي معسكرات مغلقة وفي محترفين بيجوا بيدفع لهم بالدولار وبالعملة الصعبة وكده يبقى لازم الحكام يدخلوا معسكرات مغلقة في فترات الراحة لازم يرتفع مستوى الأداء عشان ما يكون في ضلع أقل من مستوى خاصة ده بيتحكم في مصائر بشر بالضبط كده بالضبط كده فده ده المبدأ ده المبدأ ده المبدأ والهدف أنا طبعا بفتكر إنه السؤال ما منك انت لانه انت ما بتطرح السؤال ده انا بتكون انا بحمل الفريق الاعداد مسؤوليه السؤال بتاعني يا اخي المزايا دي مرتبطه بهذا المجال انا بطرحه بنيه يعني انا حطه انا حطه انه انت طرحته بالنيابه عنهم بالنيابه عنهم لكن انا ارد لك اقول لك انه يعني ما قاعد المزايا دي ما قاعد تكون مرتبطه ببعض دائما يعني ما بتكون مرتبطه ببعض لكن يعني نحمد الله كثيرا انه دائما المريخ عودنا على الانتصارات هو حامل هو صاحب الكاسات المحموله جوا كما معروف هو اللي شرف الكره السودانيه طبعا دارت مليكه معلومات غلط دارت مليكه معلومات غلط لكن في العاده انه الزول لما يكتب عن الحكام عاده معناتها الفرق الضعيف الفريق المهزوم دائما هو بيكتب عن التحكيم ده قاعده اساسيه يعني في كل الدنيا عندما يعني تتجه للكتابة عن الحكام السؤال ده تحديدا فريق الإعداد بالله يا خرج السؤال ده تحديدا بعدين الحكام دول تعبين لنا في اي حته يعني ما في كوره طبعا 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 هو السؤال صياغته فيها شيء من الهزار يعني لا لا مقبوله لا حاجه لا لا تمام بالعكس يعني اجابات حضراتكم فعلا اثرت فيا جدا وزي ما حضرتك قلت انا متفقه معاك جدا اذا كان الحكام اللي بيحكموا على لعبه بياخدوا دورات تدريبيه فما بالك بالحكام بيحكموا مصاير بشر بالضبط كده يعني دول اقدر بانهم يتلقوا تدريبات ودراسات بالضبط عشان لانهم بيتحكموا في مصاير بشر وشعوب ومامو كده يعني ورمزيه الحكام دي موجوده في كل مجال صحيح اشكرك جدا اشكركم جدا على السؤال الجميل ده احكوا لي بقى عن ابرز المواقف الطريفه مع الجمهور يعني لو انت مثلا استاذ محمد لسه كاتب مقال امبارح بتكتب فيه عن حاجه سخرت من جمهور الفريق الاخر وقابلت حد منهم في الاستاد في الكافيه في المطعم بتعمل ايه والله شوف الروح جميله يعني تظل مهما تكتب عن الفريق الاخر بيقابلوك ويتونسوا معاك ويضحكوا معاك وقد يكون في زول شايل انطباع سيء عنك لما يلاقيك ويتونس معاك بيلقى الحكاية في أي مواقف طريفة حصلت في السياق والله محمد ده بكون مواقفه كثيرة لا منكم انتوا الاثنين يعني محمد بتكون كثيرة الحياة كده وكده برضه يعني فالتغبل زي ما قال محمد التغبل عالي يعني انا افتكر انه مع الحاله بتاعت العكننه اللي بتحصل دي لكن انت بيجمع الناس دائما الافراح بتجمعهم حتى في الاحزان في النقاش دائما عن الكوره حاضر
فبتكون دائما في الاجتماعيات في كل الاجتماعيات بمختلف المناسبات التجمع دائما هاي دائما والاصوات بتعلى والاصوات بتعلى والحالات الصراخ بتتم وكده وانه غير وانه انتوا عملتوا فريقكم وفريقنا وكده. لكن انا بفتكر انه دي يعني دي حاله صحيه انه يكون في تعلق باللعبه نفسه زي ما انا قلت لك انه انا بفتكر انه دي حاله صحيه وانه اللعبه تكون محافظه على بريغه يعني تكون محافظه على التنافس كمان دائما ظاهره صحيه لانه بيخلي الفريقين على الطرفين محفز كبير يعني جدا. وبعدين انا افتكر انه حتى الاستفزازات اللي ممكن يتعرض لها الغاري او الزول الخصمي هي انت بتتعرض لاستفزازات كثيره جدا في حياتك في تقاطع المواصلات في المستشفيات في مدخل حته دار تخش في مطعم اذا ما كان عندك قابليه وانت مروض نفسك على انك تتقبل صحيح الاستفزازات دي ما بتقدر ممكن تنفعل. الان مثلا بيقول لك الزول اللي بيكون ما منفتح او زول انطوائي او زول جاي من حته منغلقه لما يجي مثلا مدينه او كده ممكن لو في زول عفص وصار في مواصلات يعمل لي شكله كده. لكن انت لما تكون بتقبل اي نقاش وبتقبل حاجات ضدك وفي الهزيمه وفي الانتصار وممكن زول يستفزك وممكن زول يطلعك من طورك وانت قادر تضبط نفسك انا افتكر انك بتستفيد منها في حياتك الثانيه في مجال عملك خاصه انه الضغوط في الحياه بقت كثيره. من يملك نفسه عند الغضب. ايوه الضغوط في الحياه بقت كثيره والاوضاع الاقتصاديه بقت صعبه والناس ممكن عاده تكون متنرفزه وغير كده. يعني زمان انت مثلا فريق هزم ممكن تبعد نفسك من كل المحيط اللي ممكن يأثر فيك. الآن لا الآن التلفون بيجيك مواقع التواصل بتخش عليك التلفزيونات في 60-70 فضائية ممكن تناقش نتيجة المباراة دي كلها بتخلي انه لابد انك تكون عندك القدرة انك تتعامل مع كل الأوضاع في مرونة في الهزيمة والكورة ما يعني ما مدعتها في الانتصار بس يعني مرات كثيرة انت الدروس رحلة وليست أيوة الدروس بتستفيدها اكثر مرات من, 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 من هزيمة من موقف صعب حتى في الحياة عامة يعني صحيح. المواقف الصعبة والمواقف الان الشعراء مثلا اللي بيكتبوا في الحزن بيكونوا اكثر تعبيرا واكثر عبقرية واكثر شهرة ذات من الناس من الشعراء الاخرين اللي بيكتبوا عن الفرح اللي بيكتبوا عن حتى الحب اللي بيكون فيه جانب بتاع دراما حزينة وخلاف القصص بيكون ممكن الفراغ ونهاية القصص اكثر اثر طبعا ايوه فدي أيوة. كلها حياه طبيعتها كده والاشواق ونحن كهلال مريخ يعني هيثم كعبو اذا ما فطرت معاه الليله هو بكره بكون مدعشين سوا في التلفونات مع هيثم كعبو غير هيثم كعبو مثلا في كل الاجناس الهلاليه على المستوى الاداري على المستوى الاعلامي على المستوى الجماهيري بتلقى معاويه جاك بي جاي مثلا من رخابي تلقى حسن فاروق به هنا كل الاسماء دي هلال من رخمه الناس مرات في الورق او في الجرايد او في المواقع بتحس انه الفوارق كبيره انه الناس دي بعيدين انه الناس دي نحن لما يلاقونا انه هيثم مره لاقونا في بيكا يا اخي تعالوا هنا بتشاتموا في الجرايد وتناقشوا انتوا غاشين الناس وحايمين مع بعض نقول يا جماعه هي اصلا الكوره دي يعني خلقت لذلك خلقت للضدين ديل انه الضدين ديل يعرفوا كيف يتعاملوا يعرفوا كيف يمشوا مع بعض يعرفوا كيف يقبلوا بعض يقبل الراي الاخر اذا غابت الحاجه دي نفتكر بتكون الحياه كلها صعبه يعني حضرتك صامد على المرونه والتقبل بالتاكيد وان طال السفر وده الهلال الهلال برضو عالم عالم منفتح كده وانا ما اقدر اقلل من المريخ لكن يعني زي ما قبيل هيثم قال حاول يكبر بطولات هي عارفه عندك جو فالهلال هو يا استاذ هو نادي الحركه الوطنيه نادي الخريجين نادي الانفتاح النيل حتى النيلين هنا ده احنا قاسمين لون ابيض وازرق وده شعار الهلال طبعا فالحكايه بتاعت الهلال صدر رحبه كبير شايف انها تفاعلت مع الموضوع ده شايف القصه دي تفاعلت معاها كفايه انها لا استاذ سماوي يعني شايف القصه دي تفاعلت معاها لا متفاعله جدا انا متفاعله على طول الله يديك العافيه اشكركم جدا انا سعدت جدا بلقائكم وكانت حلقه جميله انا استمتعت جدا بيها بشكل شخصي وشرفت بمقابله حضرتك استاذ محمد عبد الماجد وحضرتك استاذ هيثم وكل سنه وانتم طيبين ورمضان سعيد علينا جميعا وعلى جمهور الهلال والمريخ والشعب السوداني والشعوب العربيه جميعا وانت بخير كل سنه وانتم طيبين اشكركم جدا والله نحن سعيدين جدا بالونس دي انك لميتيني مع الاخ هيثم كعبو واني في حضرتك والتيم بتاع الاعداد والغنو مناسبه يعني جميله شهر رمضان عندنا طقوس خاصه يعني ككل المسلمين
لكن طقوسنا نحن بنختلي عندنا الحرمور ولا سلطة الروب والبرش برا، فهذه مناسبة سعيدة نحن سعيدين بها، ونشكرك على يعني إجابتك للحوار وعلى قبولك وتفاعلك مع كل الأحداث يعني. شكرا، كل سنة وانت طيبة ورمضان كريم، ونأمل انه نكون يعني كلنا خفيفين الظل يعني جدا جدا. استمتعت جدا فعلا، تسلم. تسلم يا رب. شكرا لكم، سلام.